حول الأفكار الإيجابية والدعوة للتفاؤل وأثر ذلك في تحقيق الإنتاجية، تحدث سعادة إضرار بالهول الفلاسي المدير العام لبرنامج وطن الإمارات عن أهم ركائز العيش بإيجابية، ولسيما لجمهور الموظفين والموظفات ممن يسعون للوصول إلى مصاف التميز في عملهم. جاء ذلك ضمن محاضرة أقامتها دائرة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي تحت شعار إيجابيتي، وحضرها سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب وعدد من الضباط وموظفي الدائرة من جميع الأقسام. كعادة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دأبت على استقطاب الخبراء في مجال الإيجابية، واليوم طبعا استضفنا سعادة ضرار بالهول، ومثل ما احنا عارفين أن الإيجابية دائما ترفع من مستوى الأداء الوظيفي لدى الموظفين، ودائما الإيجابية مثل ما تطرق سعادة الأستاذ ضرار بالهول دائما تزيد من الفوائد وتزيد من الأرباح وتقلل من الخسائر، وبالتالي يعني نحن دأبنا دائما على رفع الروح المعنوية للموظفين. وكما نادى في اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن الطاقة الإيجابية هي العامل الرئيسي لرفع المعنويات لدى الموظفين. تعد هذه المحاضرة واحدة من سلسلة محاضرات قادة التميز التي تنظمها دائرة الإقامة وشؤون الأجانب لموظفيها لعرض تجارب الشخصيات القيادية والاستفادة من ركائز النجاح في مسيرتهم. سبب أساسي وأثناء إعلان النتائج في القيم المجتمعية لماذا ارتفع مؤشر الإيجابية في الإمارات، فكان الرد من قبل اللجنة السبب الأساسي وجود الدين الإسلامي، الدين الإسلامي به قيم إيجابية. السبب الثاني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شخصية وقدوة إيجابية. السبب الثالث وجود قيادة في الإمارات مؤمنة بالقيم الإيجابية. هذا أدى إلى ثلاث عوامل يمكن مو متوفرة في دول ثانية أدت إلى ارتفاع الإيجابية بنسبة كبيرة. نحن دائما ودائما نتكلم أن الشيخ محمد هو الأب الروحي للإيجابية وهو الدافع الأساسي دائما بإيجابيته. مما لا شك فيه بأن دولة الإمارات تنعم بقيادة ارتوت بروح الإيجابية منذ زمن المؤسسين، وتتناقل هذه السمة بين قيادتها والمؤثرين لتصبح سمة شعب ينبض بروح الإيجابية ويرفل بالتفاؤل والنجاح، مما دفع بها إلى أن تتبوأ مراكز متقدمة عالميا في تدني مؤشرات السلبية وارتفاع الإيجابية بين شعبها.